بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، نهاركم سعيد وطيب غاليتي. كما راكم تشوفوا اليوم فيديو فيه نشاط، وجدنا العولة الخويا قبل ما نروحوا. كما راكم تشوفوا اللي تبعوا الاخوات ديال كامل على بالهم باللي مره على مره نديروا الخويا العولة. كل مره نديروا له حوايج هكا، كي يخلصوا له نزيدوا نعاودوا له. ساعات تجي الفرصه انه كي يجي لدارنا ويديروا لك مشتو خطره. ديجا ما عرف مريم ولا ام رسلان كانوا داروا فيديو تحضيرات خويا واش يدي معاه. هذا المره كما يقولوا سائبت ان نكونوا عنده في دار، في الدار ونطيبوا له. كما راكم تشوفوا مريم هنا بدات بالرخصاص، يموت على الرخصاص، يحب حاجه اسمها الرخصاص. درنا له شويه كيما نقول حنا، انا خويا قليل بين يعني لا تحت ما تقول 1% ياكل برا، ما ياكلش خلاص من برا. وكي نجيو نشوفوا البنات ما كانش كيما ماكله الدار، يعني والله ماكله الدار انت اللي خدمتيها. اعتذر على رداءة هنا الكاميرا طاحت، اعذروني من الاضاءه لانه كنا تقريبا في الليل، يعني وقت المغرب بدينا، وكل شيء درناه في نهار واحد. كل شيء درناه كما يقولوا دق الموس وهو حامي، هكاك هكاك درنا. هنايا راني ندير له ثاني سما، تقدروا تقولوا نطيبوا غير واش يحب هو. قال ديروا لي هذه، ديروا لي هذه، ديروا لي هذه. هنايا مريم انا يعني بليت خبيزات لومبرغر، هنا راح ندير له اسمح نديرو بريوش خبز الدار. قولوا لي البنات شكون اللي خاوتهم يسكنوا بعاد، والا الخدمه حكم الخدمه بعيد على العائله، شكون اللي عندهم هذا العاده انهم يطيبوا لخاوتهم لاخوهم، والله واش كان هكا بعاد يطيبوا لهم يديو لهم. ماما ما تهناش حتى يدي، يدي من بسكويرولي، من كيك، من صابلي، من كروكي، من بازي، من كساري، من هنايا راح نديروا الجران طيطا. بما انه رانا نخدمه قلنا الحاجه اللي توجد ليها ليها، ما تحكمش اليد، وفي نفس الوقت ما تعطلناش على خدمتنا اللي هي الجران طيطا. كانت حطيتها لكم مريم بالتفصيل الممل في قناتها، يعني بالتفصيل هاكم تلقاوها في قناتها. حطينا قرنطي طيب. هنا راح ندير خبز الدار. خبز الدار درتو بالزبده وبالزيت، وعلى ما اظن شاركتها معاكم الوصفه في قناتي، والله لا والله ما على بالي، يا اما كانت في رمضان يا اما نسيت. المهم درت لها الخميره سما كيما راكم تلاحظوا. في نفس الوقت هذا الفيديو على واش درتو، باش نشوف الاشخاص اللي كيما حنايا يبجدوا خاوتهم، وفي نفس الوقت نعطيكم فكره يمكن وحده تحب تدير. صدقوني حتى تكوني وحدك باللي لي بات، ومن بعد ابداي اخدمي وطيبي هكا، ما تحسيش والله ما تحسي. والله ما على بالي، يمكن انا كعاد كنت نخدم، ماشي كعاد كنت، نرجع بربي ان شاء الله راجعه عن قريب، كنت نخدم لي كوموند هكا ندير. نحس باللي ربحت وقت، ربحت جهد، نخدم ديما هكا. هذه هي طريقتي، تبقى كل واحد كاين اللي يحب يطيب، ماشي كي نعت لك يعني انت بالضروره طيبي كيما يساعدك على يومين على ثلاث ايام. هنا القرنطيطه لازم نقعد نحرك فيها كيما تقول لي مريم، لازم تبقاي تحركي فيها مره على مره باش تقعد لك، ما تجمدش كيما نقولوا حنايا، ما تحجرش. هنايا راني نشكل في كريات تاع الخبز البرجر، درت له ما درتلوش بزاف بزاف لانه ما عندوش فريغو. حاولنا نديرو له الكميه اللي تقدر تحملها الكونجيلاتور تاع الفريجيدار تاعو، يعني هو كبير بصح كون نديرو اكثر قادر ما عندناش وين يعني. حاولنا نديرو الشيء اللي يحملو الكونجيلاتور. هنا كيما راكم تشوفوا الكرانطيطه تقريبا وجدت، جوست نشعل لها من الفوق وهي واجده. كيما راكم تشوفوا رانا هك وهك يد بيد. مريم كملت الكسره تاع الرخصات، جات على الكيف. هنايا خليت الخبيسات البرجر يخمروا، بعد ما خمروا راح ندخلهم يطيبوا. هنا مريم معدفات الكسره، يعني الحاجه كي تتكونجلا وهي دافيه يعني ما لازمش تكون سخونه تغلي باش نحافظوا على الثلاجه طبعا. كي تفا وبدات تقسم فيه مريم كيما راكم تشوفوا باش نربحوا لي سباس، وفي نفس الوقت تجي سهله باش ينحي هكا. حب ياكل طرف، حب ياكل زوج،
هذه هي، وحطتهم في كونجيلاتور. هنايا خبز الدار، هذا البريوش الحلو، لانه درت بريوش حلو دهنته ودرت له السينوج وخليته جلجلانيه هي، خليته يطلع. احنا القرنطيطة طابت، الله 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 كما راكم تشوفوا، ما تعطلناش وغدانا وعشانا طاب. انا نشتي نديرها هكا هي تدار في الخبز، وانا مع انه في دارنا انا الوحيده اللي ما ناكلش الحمص، ما ناكلش الحمص خلاص، بصح ناكلها في القرنطيطة، القرنطيطة ناكلها. المهم هنا وجدت القرنطيطة، قعدنا ناكله. هي القرنطيطة هكا تتكلم وهي سخونه كيما راكم تشوفوا. خبز البرجر ها هو كي طاب. كوزينيه تاع خويا قدي ماشي تاع ماما تاع وقت حمرت لي، بصح بغيت تحمر لي عجوانه بصح ما تحمرتش، بصح ماليش بصح 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 تقولوا لي. المهم خليته تدفى كيما راكم تشوفوا يتفسع، من بعد درتهم كل ربعه في كيس تكون باش تسهل له. ها هي كل الكسره ديجا تحطت هنا، هذا بيسك كيك قطعته مريم، قطعته هكا دي ترونش ولحته يعني يحل يجبد بالترونشيه والا. والخبز البرغر ديجا ها هو كي رانا حطيناه، بقى دوكا البريوش الحلو ها هو كي يطلع ندخلو يطيب، ونزيد نروح الخبز الدار. خبز الدار هنا بعد ما خمر نروح نعجنو شويه، نعجنو ماشي نعجنو شويه، نعجنو ها هو كي، ومن بعد نقسمو ونديرو في هذه كفكره برك نحفزو بها الاخوات. يمكن ماشي غير خوك، يمكن الزوج تاعك يخدم بعيد ديري له هكا ما على باليش. هنايا كيما كنت تشوفوا راني غفلت عليها، جات قطن طافش قطن وشي، وغفلت عليها شويه حمارت، غفلت عليها شويه برك حمارت فماليش. هنايا ثاني نخليها حتى تدفى باش نقص البريوش. هنا نبدي تنقص نقرص في خاطر لازم نحي البريوش باش يبردوا لي البلاطوات ونحط فيهم خبز الدار. هنا نحيت البريوش حطيته على جنب، قرصت الخبز الدار المالح هاواكي، ودرت البريوش الحلو في اكياس حتى هو، ورحت دهنت خبز الدار درت له السينوج ويلا حطيتهم في الثلاجه. دوكا هنا مريم راهي تدير في الشخشوخه كما شفتوني، انا حطيت خبز الدار يخمر، وهنا مريم راهي عقاب الشخشوخه حطيت الخبز الدار بعد ما خمر. هنا راني نقص مقلبه الموس، قلبت الموس باش ما نقيسش هذاك الرخامه تاع خويا. يا ويشوفني هكا يقول لك ما يقولش بلي كي قست ما قستيش الرخامه، تفزدي لي الرخامه وديري حطي فوق حطبه وقصي. وانا على بالي كما نقولوا حنا ما قستش ما وصلتش حتى للرخامه. هنايا رانا نديرو في الشخشوخه، يا الشخشوخه يا خاكينه تفكر اخر حاجه درناها كما راكم تشوفوا الظلمه. انا نطيبو فيها في الحوش، كان جو ربيعي يسخف. هنا مريم يا سميد ماهوش مليح اللي درنا به هذه المره، يا اما مريم كي شكلت مكريات خلات الهواء من الداخل كي تحلها تتقطع، واش نقول لكم على ذيك الشخشوخه. المهم نديرو حوالي في كل برنوس نديرو حوالي 7 8 10، ونحبسو لخاطر خويا يحب ياكلهم بالفرماج كومونبير هكا يتقهوى بهم، يجبدهم يتقهوى يشرب بيه الحليب تاع العشيه. والله المهم ها الخبز الدار ثاني بعد ما تفى زدنا حطيناه ها، وكل شيء ولا في الكونجيلاتور. بقات الشخشوخه برك تزيد تبرد حتى هي ونحطوها هنايا. بعد ما كملنا قبل ما نروحو نرقدو قلت هذوك المنيش فات سلابت هذوك اللي خدمنا بهم، يا اخي تعرفوا كي تخدموا هذا خبز الدار تغطيه هذه كسرات تاع الرخساس هذه يتوسخوا بلي دام، يتوسخوا بالعجين، يتوسخوا يعني هذه هي. قلت ان قبل ما نروح نرقد كيما معتاده ندير ماء سخون وندير سائل الغسيل. انا استعملت غسيل اورو. البنات الله يرضى عليكم قولوا لي وين اجيها، موجود في قسنطينه بالضبط باش نشري منه. قلت لكم رنخته هنا ماء سخون وحطيت هذوك السرابط ونروح نرقد الصباح نحكهم مليح وننشرهم وهما نضافوا. هذا هو الفيديو.
كما قلت لكم حبيباتي، هذا هو الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله نكون كنت خفيفة عليكم وكنت اعطيتكم طاقة ايجابية بالخصوص في نوع من هذا الفيديوهات. في امان الله.